السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة رابعة؟ النهاردة ان شاء الله هناخد درس جديد في الجغرافيا بعنوان السياحة. احنا من اول درس في الوحدة عندنا اتفقنا ان احنا الوحدة الاولى بتتكلم عن الانشطة الاقتصادية، والنشاط الاقتصادي زي ما عرفنا ده عمل او حرفة بنقوم بها، او يعني بمعنى تاني هي شغل او وظيفة الانسان بيقوم بها لسد احتياجاته. وخدنا اكتر من مثال عليها، الزراعة، وخدنا الصناعة والتعدين، وخدنا التجارة وصيد الاسماك، فخدنا اكتر من وخدنا اكتر من مثال. فالسياحة النهاردة هي مثال من امثلة الانشطة الاقتصادية، وده الدرس الاخير في الوحدة الاولى بتاعتنا، وده بنختم به الانشطة الاقتصادية. احنا كلنا عارفين ان مصر بتتميز بنشاط سياحي كبير جدا، ومصر فيها مقومات جذب سياحي كبير. طيب اول حاجة عايز اعرفها في درس السياحة النهاردة هو يعني ايه سياحة. السياحة هي ان انا انتقل، يعني ان انا اسيب مكاني واروح مكان تاني، هو انتقال الفرد لزيارة اماكن معينة داخل او خارج الوطن لاغراض معينة. يعني ايه؟ يعني ان الشخص بيسيب مكانه ويروح يزور مكان تاني. المكان اللي ممكن يزوره ده سنة رابعة ممكن يكون مكان جوه مصر لو احنا بنتكلم عن مصر، او ممكن يكون بره مصر. يعني لو انا مثلا عايز ان انا اروح اسافر شرم الشيخ، اسافر الاقصر، اسكندرية، كده انا بعمل سياحة جوه البلد داخل الوطن. طيب لو انا مثلا سافرت السعودية اعمل حج، سافرت امريكا اعمل دراسات عليا او اكمل دراستي، يبقى انا كده سافرت عملت السياحة خارج الدولة. فالسياحة هي انتقال الفرد لزيارة أماكن معينة، الأماكن دي داخل الدولة أو خارج الدولة لأغراض معينة. طيب اشمعنا مصر بالذات بلد بتتميز بالسياحة وفيها مقومات جذب السياحة؟ المقومات اللي موجودة فيها أو الأسباب اللي خلى يبقى فيه سياحة وسياحة مزدهرة ومتقدمة في مصر. يبقى تاني نقطة عندنا هي مقومات السياحة. ايه هي؟ متفقنا مقومات يعني اسباب او عوامل. عوامل السياحة عندنا في مصر هي اما عوامل او مقومات طبيعية او مقومات بشرية، واتفقنا من الترم الاولاني ان كلمة مقومات طبيعية يعني اسباب طبيعية، وهي اللي ربنا خلقها او ربنا ادهلنا هدية عشان السياحة تقوم او عشان اي نشاط اقتصادي يقوم. طيب ايه المقومات الطبيعية اللي ربنا اداها لمصر عشان يكون في سياحة؟ اول حاجة موقع مصر المتميز، زي ما خدنا في الترم الاولاني ان مصر بتقع عند ملتقى ثلاثة قارات اللي هي اسيا وافريقيا واوروبا، وبتطلع على بحرين، وموقعها متميز وسط قارات العالم. فدوة بقى عامل او مقاوم جذب قوي جدا يخلي اي شخص من اي دولة في العالم ان هو يجي عشان يزور مصر وان هو يعمل فيها سياحة ويتفرج عليها ويتفسح فيها. يبقى اول حاجة عندك في المقاومات الطبيعية اللي ربنا اداها لمصر، اول حاجة موقع مصر المتميز. تاني حاجة مناخ مصر المعتدل، وبرضو دي احنا خدناها في الترم الاولاني. كلنا عارفين ان مناخ مصر متميز ومعتدل معظم ايام السنة، وده ساعد على ان يبقى في تنوع في المناخ وتنوع في الجو عندنا، وده بيبقى عامل من عوامل الجذب للسياح. تالت حاجة وجود المناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ. يعني ايه مناظر طبيعية خلابة يا سنة رابعة؟ مناظر طبيعية خلابة يعني المناظر الجميلة او المناطق الحلوة اللي ربنا ادهلنا عشان يجي السياح يتفرجوا عليها، زي مثلا المناطق الجبلية، المناطق الزراعية، الشواطئ اللي موجودة عند شاطئ البحر الاحمر والشواطئ الموجودة عند البحر المتوسط. فالمناطق دي والمناظر دي بتخلي السياح يجوا يعملوا سياحة في مصر. طيب عندنا ايه تاني؟ قالك وجود انواع من الرمال والعيون المائية التي تساعد على علاج العديد من الامراض. ربنا سبحانه وتعالى ادى مصر ميزة حلوة جدا مش موجودة في دول كتير في العالم، هي الرمال الساخنة اللي بتبقى موجودة في الصحاري، والعيون المائية الساخنة دي مية بتطلع لوحدها طبيعية من باطن الارض. الانسان او الشخص او السائح لما يجي في مصر بينزل في قلب المية دي او يغطي جسمه بالرمال دي، بتساعده على علاج الامراض زي مثلا عيون موسى. طيب امراض زي ايه؟ زي مثلا يا سنة رابعة امراض العظام اللي هي مثلا زي روماتيزم، الامراض الجلدية اللي هي التصبغات الجلد، الرمال والساخنة والعيون المائية اللي هي الكبريتية زي عيون موسى، دي بتساعد على شفاء الامراض او علاج الكثير من الامراض. يبقى تاني يا سنة رابعة اول حاجة عندنا في المقومات هي المقومات الطبيعية اللي هي موقع مصر، مناخ مصر، المناظر الطبيعية، ورابع حاجة انواع من الرمال والعيون المائية
اللي بتساعد على علاج كثير من الأمراض. طب إيه المقاومات البشرية؟ إحنا اتفقنا مقاومات أو أسباب بشرية هي حاجة الإنسان هو اللي عملها، هو اللي قام بيها عشان يستغل الحاجات اللي ربنا اديها له اللي هي المقاومات الطبيعية. طيب إيه اللي الإنسان عمله عشان يدعم السياحة أو يقوي السياحة عنده في مصر؟ عمل ايه؟ عمل اثار، الاثار دي هي الانسان اللي عاملها، زي الاثار الفرعونيه اللي موجوده في الاقصر وموجوده في اسوان. يبقى المقاومات البشريه زي الاثار هي اللي بتخلي يبقى عندنا في سياحه. طيب ايه تاني عندنا يا سنه رابعه؟ عندنا انواع السياحه، احنا عندنا اكتر من نوع للسياحه، عندنا يا اما سياحه داخليه يا اما سياحه خارجيه. احنا اتفقنا في تعريف السياحه ان ممكن الفرد ينتقل داخل وطنه او خارج وطنه، يعني انا لما اروح اعمل سياحه اتفسح جوه مصر مثلا انا كده بعمل سياحه داخليه، لما اروح ازور الاهرام انا كده الاهرامات اللي في الجيزه انا كده ما خرجتش بره مصر، انا كده لسه داخل الوطن. لكن لما اروح امريكا، اروح السعوديه، اروح اي دوله ثانيه انا كده عملت سياحه خارجية. فالسياحة الداخلية هي انتقال الأفراد لزيارة أماكن معينة زي ما قلت الأهرامات داخل الوطن، لكن السياحة الخارجية هي انتقال الأفراد لزيارة أماكن معينة خارج الوطن. يبقى كده أنواع السياحة نوعين، لو جالك نقط ونقط نقول أنواع السياحة سياحة داخلية وسياحة خارجية. لو مصطلح علمي هي انتقال الأفراد من مكان لآخر لزيارة أماكن معينة داخل الوطن هنقول دي سياحة داخلية، ألا خارج الوطن تبقى سياحة خارجية. بعد كده عندنا أهمية السياحة، هو في أهمية للسياحة يا سنة رابعة؟ طبعا السياحة مهمة جدا، بتوفر فرص عمل كبيرة جدا للشباب، لان السياحه دي بيبقى عشان يكون عندنا سياحه ويكون عندنا عدد سائحين كتير لازم يكون عندنا مناطق سياحيه زي الفنادق، زي الشركات السياحيه، زي القرى السياحيه اللي بيجي فيها السياح ينتقلوا فيها ويقيموا فيها الفتره اللي بيقعدوا فيها في مصر. فالمناطق دي بتبقى عايزه عاملين كتير وعايزه شباب كتير عشان تشتغل وتقدم وسائل وسبل الراحه للسائحين. فدوا او المناطق دي بتساعد ان يبقى في فرص عمل كبيره قوي للسياح، عايزين مرشدين سياحيين يساعدوهم، عايزين مثلا سائقين اللي هم بينقلوا السياح من مكان لآخر. فالسياحة مهمة جدا لمصر عشان هي بتوفر فرص عمل كتير قوي للناس. طب ايه تاني يا سنة رابعة؟ بتوفر او بتساعد في زيادة الدخل القومي. الدخل القومي دي يعني ان هي بتدخل فلوس وبتدخل عملات كتير قوي لمصر، فالسياحة مهمة جدا لان هي بتوفر فرص عمل للشباب، وتاني حاجة بتزيد من الدخل القومي والعملات الأجنبية. طيب احنا كده عرفنا ان السياحة مهمة جدا وان هي بتدينا يعني مميزات كتيرة وبتساعدنا كتير، فاحنا لازم يكون عندنا وعي ويكون عندنا واجب نحو السياحة ولازم نحافظ على السياحة دي عشان هي بتساعدنا. طب المفروض نعمل ايه سنة رابعة؟ اول حاجة المناطق اللي بيبقى موجود فيها السياح لازم ان احنا نحافظ على نظافتها، يبقى اول حاجة واجبنا نحو السياحة المحافظة على نظافة الاماكن السياحية. تاني حاجة عدم تشويه المناطق الأثرية بالرسم أو كتاب عليها، يعني لو في منطقة فيها آثار أو معابد أو تماثيل والسياح بتحب تيجي تتفرج عليها أو تتصور جنبها ما ينفعش إن احنا نلون عليها أو نكتب عليها ونشوهها ونبوظ شكلها عشان هي أصلا بتفيدنا. طيب ايه تاني يا سنة رابعة؟ معاملة السياح معاملة حسنة، يعني ان احنا نعامل السياح بطريقة كويسة لان دول ضيوف عندنا، واحنا لو عاملنا السياح بطريقة كويسة هيضطروا ان هم يكرروا الزيارة بتاعتهم مرة تانية وده هيعود بالنفع علينا، ويمكن يزودوا مدة الاقامة بدل ما هو قاعد مثلا اسبوع لا انا اقعد اسبوعين وثلاثة، وده هيزود الدخل القومي زي ما اتكلمنا عنه قبل كده. واخر حاجه جهود الدوله لتنميه السياحه، الحكومه في مصر او الدوله عايزه تزود السياحه وتزود عدد السائحين عشان نزود الدخل القومي ونزود فرص العمل. الدوله بتعمل ايه؟ بتزود عدد كبير من القرى السياحيه والفنادق زي مثلا المناطق الفنادق اللي في شرم الشيخ ومارينا ومراسي والمناطق اللي احنا بنسمع عنها. ايه تاني يا سنه رابعه؟ الدولة بتقوم بالاهتمام بنظافة المناطق السياحية، يعني مش بتلوثها او لو في اي قمامة او ملوثات او مخلفات في المناطق دي بتجملها وتحافظ على نظافتها. وبتوفر تالت حاجة بتوفر وسائل النقل والمواصلات عشان السياح يقدروا ينتقلوا من مكان لمكان جوه البلد السياحي ويبقوا وسط المناطق السياحية. وبتوفر وسائل الاتصالات يعني الانترنت والتليفونات والفاكسات عشان يقدر السائح يتصل بأي مكان او بأهله ووطنه في الدولة اللي هو جاي منها. وتوفير الأمن والأمان للسائح
في وطن، يعني بتقر الامن والامان، يعني تخلي السائح ماشي مطمن على نفسه ان هو ما يتسرقش، ما يتخطفش، ما يتعرضش لاي خطر عشان يكرر زيارته مره تانية. يعني لو مصر دي بلد فيها عمليات خطف او سرقه اكيد مش هيبقى فيها سياحه، بيبقى عندنا سياحه كبيره بسبب الامن والامان الموجودين. اخر حاجه توعيه المواطنين باداب التعامل مع السياح. الدوله بتعمل حملات توعيه على الانترنت او في الجرايد او في التلفزيون ان احنا لازم نعامل السياح معامله كويسه عشان السياح ترجع مره تانية لمصر، وان ده بيساعد مصر كتير. وبكده نبقى خلصنا سنه رابعه درس السياحه، واحنا النهارده اتكلمنا عن تعريف السياحه، مقومات السياحه او عوامل قيام السياحه اللي هي المقومات الطبيعيه والبشريه، واتكلمنا عن انواع السياحه واهميه السياحه لمصر وبتيجي كتير بما تفسر يا سنه رابعه، واتكلمنا عن واجبنا نحو السياحه، واتكلمنا عن جهود الدوله لتنميه السياحه.